في مأساة الروهينجا الأطفال يدفعون الثمن، هذا تحذير أوردته منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في تقريرها اليوم عن المأساة التي يتعرض لها أقلية الروهينجا وبشكل خاص الأطفال. فطبقا للمنظمة فإن 230 ألف طفل يعيشون أوضاعا بائسة تجعلهم عرضة لتفشي الأمراض، هذا فضلا عن حاجتهم للاحتياجات الأساسية في المخيمات التي نزحوا إليها من بطش السلطات في ميانمار. لا تحتاج المأساة الحالية التي يعيشها مسلم ميانمار من قومية الروهينجا إلى وصف بالكلمات بعد أن قامت الصور بهذه المهمة أتم قيام. فما بين جثث محترقة وأجساد ممزقة وأشلاء بشرية متناثرة ونفوس أزهقت بالغرق في الأنهار وقرى وحقول تأكلها النار وثكالى ويتامى ومفجوعين تتقاذفهم مياه البحر والمحيط، بين هذا كله تنقلت من الصور تحكي فصول مأساة بشعة يندى لها جبين البشرية، صور تحكي أهوالا تدين الإنسانية كلها ولا تجد هي نفسها إلا إدانات محدودة وبائسة وسلبية من هنا وهناك. آلة العنف والنار في ميانمار لا تفرق بين رجل وامرأة أو طفل ومسن، بل لعل أطفال الروهينجا أكثر المتضررين من بطش سلطات البلاد، حيث تشير تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى أن قرابة 230 ألف طفل من الأقلية المسلمة لا يستطيعون الحصول على الاحتياجات الأساسية. هذه الاحتياجات لا تكفي اللاجئين هنا. حتى الآن وصل 400 ألف شخص خلال 3 أسابيع، أي ما يعادل سكان كامبيرا. نحن نعتقد أن هناك 60% من الأطفال بين هؤلاء وهم في خطر كبير، لا نزال بحاجة إلى تلبية الاحتياجات، ونحن نعمل على توسيع نطاق استجاباتنا، ولكن الأطفال هم الأكثر ضعفا، هم بحاجة إلى الوصول لبر الأمان. نحن نعيش في حالة صعبة جدا، وصلنا هنا قبل 3 أيام وليس لدينا ما يكفي من الطعام لتناوله، لا أعرف كيف سأغذي طفلي. تقرير اليونيسيف تزامن مع تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية والذي كشف الستار عن صور حديثة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية لكرة محترقة في ولاية أراكان، متهمة قوات الأمن في ميانمار بشن تطهير منهجي ضد أقلية الروهينجا خلال الأسابيع 3 الأخيرة. وذكرت المنظمة الحقوقية أن 26 قرية على الأقل تعرضت لهجمات حرق متعمد، ودعما للصور الملتقطة أوضحت منظمة العفو أن مجسات الحريق في الأقمار الصناعية التقطت 80 حريقا كبيرا في مختلف أرجاء ولاية أراكان منذ 25 أغسطس الماضي، في ظل صمت عالمي واكتفاء المجتمع الدولي بالتنديد والشكب. يتواصل واقع مرير يواجه الروهينجا بولاية أراكان وهم يتأرجحون بين نار جيش وميليشيات بوذية متطرفة بالداخل وحلم اللجوء إلى جزيرة جنة في بنغلاديش.